اطلع على احوال الطقس مع موبيليس. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجواء مستقرة شاهدناها خلال نهار اليوم تقريبا على كافة المناطق الشمالية، مع ارتفاع نوعا ما لدرجات الحرارة مقارنة بيوم الأمس. بقت الأجواء رعدية نحو مناطق الجنوب الغربي وأقصى الجنوب، ومن خلال صور القمر الاصطناعي نلاحظ السحب التي تغطي حاليا مناطق الجنوب الغربي وحتى المناطق الشمالية الغربية، ستزداد كثافة وتشمل المناطق الوسطى خلال يوم الغد بحول الله. وعلى مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الغد أجواء غائمة على كافة المناطق الغربية والوسطى، مرفوقة ببعض الأمطار، تكون أكثر نحو المناطق الوسطى خلال الظهيرة بحول الله، حيث ستزداد غزارة خاصة نحو السواحل. الأمطار ستشمل تدريجيا المرتفعات الشرقية، بينما تبقى سحب عابرة نحو السواحل الشرقية. سحب أيضا ستغطي كل مناطق الجنوب الغربي لغاية شمال الصحراء، تقريبا نفس الأجواء بأقصى الجنوب نحو مرتفعات الهوغار، وتسلي احتمال لبعض الأمطار الرعدية المحلية. الصفاء يبقى يميز مناطق الجنوب الشرقي. عن الحرارة خلال ليلة اليوم وخاصة خلال الصباح الباكر ليوم الغد، ستصل لغاية 8 درجات فقط بباتنا وسطيف، 14 بتيارة غليزان، 13 إلى 19 بسواحل، 17 إلى 19 درجة بشمال الصحراء، كذلك الجنوب الشرقي ومرتفعات الهوغار وتسلي، تصل لغاية 22 درجة بوسط الصحراء و26 بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تبقى مستقرة على العموم، مقاييس ما بين 26 إلى 28 درجة بسواحل، تقارب 21 درجة فقط بباتنا سطيف خنشلة، 23 بقسنطينة بغليزان، 34 درجة بالأغواط وغردايا، 35 درجة بإنمناس وإليزي، 36 بورقلة حسي مسعود، تصل إلى 38 درجة بكل من تندوف أضرار والمنيعة، وأخيرا 42 درجة بكل من برج مختار وعين قزام. البحر خلال يوم الغد بحول الله سيكون قليل الاضطراب على كافة السواحل، رياح ضعيفة إلى معتدلة تكون من شرقية إلى شمالية شرقية. أما عن وقت شروق الشمس لصباحة الغد، دائما التوقيت يناسب العاصمة وضواحيها، سيكون بحول الله في حدود الساعة 6 صباحا و48 دقيقة، والغروب على الساعة 6 مساء و23 دقيقة. ودائما للمزيد من التفاصيل تبقى عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في خدمتكم. أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه.